أريدك أن تنتبه في رجب هذا العام. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ فلنبدأ بتوبة. رجب يعني رمضان على الأبواب، خلاص الرب ماذا أعددت لرمضان؟ ابدأ عد العدة من الآن. رجب 1440 داء وفي طعم الأيام مرارة، فتن زائدة وعدم التمكين كأنه يتباعد، والدنيا كما ترى، وبقاؤك زيادة عليك في الحجة كل يوم. فماذا أنت صانع؟ إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أسأل الله أن يهدينا ويعيننا على ما يقول.